الاجتماعي وخاصة على تويتر. عمرو معك أول تويتر. هنشوف طبعا ماذا قالوا على الصحافة الإلكترونية، وتكون أول تويتة معنا أو أول حاجة قالها الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، قال على صفحته عبر تويتر في تغريدة له، قال: التظاهر السلمي حق لجميع المصريين، كفى له الدستور ويحميه القانون، قمنا سويا بثورة مجيدة لتحقيق أحلام هذا الشعب الكريم. وفي تويتة أخرى علاء صادق: الذين يطالبون باحترام حكم عودة النائب العام هم من سخروا من حكم إعدام متهمي بورسعيد وقالوا مسيس، عندهم شعرة ساعة تحترم القضاء وساعة تسخر منه. أما الخال عبد الرحمن الأبنودي فقال في تغريدة له أيضا عبر تويتر، قال: فاكرين دمنا طريقه السهل للجنة، دمانة العنكون يديسنها بنعالكو، شهيد بيتبع شهيد الدم، فرقنا فلانتو تنعلونا شهدنا ولحنا ننعلكو شهداء. تويتة أخرى نادر بكار: أخي الكريم، من قال لك أن المشروع الإسلامي مجسد في شخص أو مجموعة أشخاص بأعينهم؟ دي كانت الصحافة، دي كانت مجموعة من المقالات وماذا قالوا، طبعا كانت مجموعة من أبرز الآراء اللي وردت لينا على الصحافة الإلكترونية وكتبت على الصفحات الشخصية لمجموعة من البارزين في عالم السياسة. ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ ناصر فياض الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير الوفد. أهلا بك أستاذ ناصر، شرفتنا بالحضور. أهلا أستاذ ناصر، معانا طبعا مجموعة من المقالات هنحاول نحللها مع حضرتك. بداية من الأهرام معانا رأي: ميدان التحرير الأسير، فرحتنا بفك أثر ميدان التحرير، أيقونة الثورة المصرية لا تدوم طويلا، فمتى كاد الشرطة تحرره من قبضة البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون حتى تسترده تلك العناصر بعد برهة وجيزة، وبدأ وكأنه عصي على السيطرة وأصبح مملكة مستقلة لا تقدر الدولة وأجهزتها التنفيذية على أحكام أو لا تقدر على أحكام السيطرة وتمكين المواطن من الدخول والخروج منه بسلام ودون الدوران في حلقات وطرق فرعية. أستاذ نصر، يعني بعد ما كان ميدان التحرير ميدان أو أيقونة الثورة الأولى، وبعد ما اتجمعنا فيه كلنا سويا وشاركنا وعملنا ووقفنا وهتفنا وأسقطنا النظام وجبنا نظام جديد ونجحت ثورتنا، أصبح المكان بيؤرقنا طويلا، أصبح المكان البعض يصفه بما أنه مجموعة من الخارجين على القانون، البعض يصفه بالثوار، البعض يصفه بالواقفين على الاحتجاج، تهنا وتاهت أفكارنا ما بين التسميات. مش عايزين نخش في جدل طويل، لكن ايه يعني احنا فين؟ يعني اقدر اقول ان للمره الخامسه على التوالي يفتح الميدان ثم يغلق بعد ساعات. المساله تتعلق بهيبه الدوله وبهيبه الامن، بهيبه وزاره الداخليه وبهيبتنا احنا كلنا كمصريين. كيف ان ميدان سمع الدنيا كلها، جميع الميادين في العالم كانت بتحلم بميدان التحرير كقدوة، قدوة الثورة جميلة، ثورة بيضاء، ثورة قادت يعني كل الناس اتكلموا عنها في سلميتها وان هي اطاحت بنظام فاسد في خلال 17 يوم. لكن للأسف الشديد الميدان تحول من بؤرة اهتمام الى بؤرة إجرام. حقيقي حتى فجر امبارح كان في بلطجية في الميدان كسروا العديد من المحلات زي ما حضرتك عارف. طب يعني وفي الاخر بنقول مجهولين مين هي الرواية بيقولوا ان في واحد من المنطقة ماشي حاولوا بعربيته وحاولوا يوقفوه وياخدوا يسرقوه، يعني معنى يعني ياخدوا داخل الميدان. هو استغاث بناس عارفهم، الناس دول جم يغيثوه، حصل ما حصلت معركة وحصل إصابات وحصل ضرب خرطوش وضرب طلق ناري وكده. هي المسألة أكبر من كده، المسألة إحنا بنقول إن كان جميع رؤساء دول العالم بالكامل من يزور مصر أول رقم واحد في الأجندة بتاعته إن هو يزور ميدان التحرير ويتصور في ميدان التحرير ويقول للدنيا كلها أنا زرت ميدان التحرير اللي خلع نظام فاسد. دلوقتي ميدان التحرير بقى رمز للتحرش للأسف الشديد، رمز للبلطجة، رمز للفوضى، رمز للإغلاق اللي هو الشلل المروري. أستاذ ناصر، يعني كلام حضرتك يعني زي الفل وكلام جميل جدا، بس برضه مش هنعمم التجربة، أو التجربة مش هنقول إنها على إطلاقها، يعني هنقول بعض اللي موجودين بعض يوم الجمعة مثلا تتجمع برضه ناس على قدر أو مجموعة من الثوار برضه ما زال بيحتفظوا أو بيكنوا كل احترام لهذا الميدان، يعني باعتبارها الأيقونة الأولى، أو حتى لو بيقفوا في قلة موجودة ماشي، في ناس موجودة في الميدان
ربما لا تمد اصلا للثوره بصله او ما سمعوش اصلا عن الثوره غير ان في ناس رايحه الميدان، لكن في تضارب ما بين الاقوال. احنا تهنا ما بين الثوار وما بين المعتصمين او ما بين المضربين او ما بين الخارجين على القانون او ما بين حتى البلطجيه، ده اذا حبيت تستخدم التعبير ده، تضارب كثير جدا. المواطن تاه واحنا تهنا مش عارفين ايه اللي بيحصل هناك، بس الموضوع دلوقتي الموضوع الميدان مقفول، ايه الحل ان نفتح الميدان؟ هو احنا فعلا تهنا زي ما قلت يا استاذ عمرو، لكن انا يعني انا شايف ان المشهد بيقول ان على القوى السياسيه، كل واحد دلوقتي في الميدان يقول لك انا ثوراجي، انا صحيح. انتمي الى القوى السياسيه، انتمي الى حركه فلان، او انتمي الى حزب علان، او انتمي الى ائتلاف كذا. المفروض القوى السياسيه تتحد على كلمه رجل قلب رجل واحد، يسحبوا الناس بتوعهم من الميدان، ويتبقى فقط اللي هم اللي بنقول عليهم خارجين على القانون، بلاش المجرمين، الخارجين على القانون. ولكن حضرتك تخيل ان كل وسائل الاعلام تنقل عن ميدان التحرير التحرش، هل هذا معقول ان ميدان التحرير في اجراءات صارمه المفروض تتاخد؟ يعني يا استاذ ناصر، نعم. في اجراءات المفروض تتاخد، حضرتك بتقول انه الدنيا غير مستقره والتحرير ويعني في تحرش وفي كذا، اذا كنا احنا كشعب عارفين ده، يعني اين الجهات الامنيه؟ ما هو ده سؤال، ده بالفعل هو ابتعاد رجال الامن عن الميدان هو السبب في ده كله. انا شايف ايه المانع ان منذ يعني قبل كده رجال الامن سابوا الميدان ليحصل تكرارات مره واثنين وثلاثه قبل هذا الوضع يعني، لكن انا شايف ان الشرطه ورجال المرور يتواجدوا في الميدان ما يسيبوهوش لحظه واحده. ليه؟ ده ميدان مش حكر على حد او على فئه او على طائفه، ده ميدان رمز للثوره وميدان كل المصريين قاعدين الى جانب، هو بقى رمز يعني عايز اقول لك لوقفه الحال. اسال اي صاحب محل هناك، اسال أي صاحب تاكسي، اسال صاحب ميكروباص، اسال صاحب عربيه، اسال اي واحد يقول لك لا لا ميدان التحرير لا خلاص، شوف ميدان التحرير كنا بنتباهى بيه، وكل واحد ياخد اسرته ويتصور في ميدان التحرير على بالقرب من وحدات القوات المسلحه ويتصور، وكان حاجة جميلة. دلوقتي كل واحد بيبعد عن الميدان. طيب. يعني فبالتالي أنا شايف تطهير الميدان بمطلب شعب. تطهير الميدان يتم إزاي حضرتك؟ إن كل القوى السياسية تسحب اللي هم الموجودين لها، يتبقى فقط زي ما قلت حق الخارجين على القانون يتعامل معهم الأمن. انما اندساس كل شويه نقول مندسين وسط المتظاهرين، طب وبعدين؟ ملهاش حل، في نوع من الغموض، في حاله من الارتباك، لابد ان احنا نعرف بين نفرق بين الخارج على القانون والذي يذهب يتظاهر سلميا، ما حدش عارف يفرق بينهم حتى هذه اللحظه، ودي وهذه هي المشكله. مقالات الصحف النهارده كلها بتعرض يعني ازمات، عشان الوقت فهننتقل للمقال الثاني. عماد الدين حسين، لماذا الاخوان مستعجلون؟ الاخوان في عجله من أمرهم، كأن شخصا يطاردهم، يشعرون بأنهم إذا لم ينفذوا مشرعهم ويتمكنوا الآن فقد لا يتمكنوا أبدا. كثيرون لا يعرفون لماذا يفعل الإخوان ذلك، ممن يخافون، وإلى أين هم ذاهبون بالوطن إذا استمروا في استخدام نفس الطريقة. كثيرون منا أيضا احتاروا في أمر التخبط وقلة الكفاءة لدى الإخوان في الشهور الأخيرة، رغم أن هناك أسبابا كثيرة وراء ذلك، فإن هذه العجلة أحد الأسباب الرئيسية التي يمكنها أن تفسر لنا هذا الامر. تعليق ده بيصب طبعا في تمكين الاخوان او ان الاخوان يتمكنوا من مفاصل الدوله، وده اللي بيشاع. هل احنا عرفنا دي حقيقه؟ هل دي مش حقيقه؟ ده اللي احنا مش عارفين برضو نتوقف اللي حتى الان. كلام بيردد، مقال الاستاذ عماد انا اطلعت عليه، لكن ما اقدرش اقول ان فصيل معين هدفه كل هدفه ان هو يعني يستولي على مفاصل الدوله، طب وبعدين؟ هو في النهايه فصيل مصري، فصيل وطني، مسؤول عن الفتره الحاليه، وله الحق ان هو ينظم ما يراه ويعني يشوف الوضع الاداري المناسب يعني بما لا يخالف القانون. احنا سيبنا القضيه الكبيره وتفرغنا ان الاخوان المسلمين بيسعوا ان هم يستولون على مفاصل الدوله. طيب هي بقت حرب؟ بقت في شيعة واحزاب؟ ده نسينا القضيه الاصليه، نسينا مبادئ الثوره، نسينا الوضع اللي احنا فيه، وضع متردي عندنا، البطاله بتزيد عندنا، الوضع الاقتصادي
منهار تقريبا، عندنا الوضع الامني ما في مش عندنا الوضع السياسي في جدل سياسي، في تشاحن سياسي، في عناد سياسي موجود، انما نسيب ده كله ونقول الهدف ده فرعيات بقى فرعيات. طب للاسف استاذ ناصر معلش، هو استاذ عماد في مقاله كان مستند لبعض الاشياء، قال ان هي بتؤكد وجهه نظره في التصرف في اتخاذ قرارات والرجوع فيها مره ثانيه زي مجلس الشعب اللي تم اعادته دون النظر للدستوريه وقانون الانتخابات الاخير اللي تم عرضه على الدستوريه وقانون السلع والضرائب على السلع والرجوع فيها. يعني في اكتر من قرار، يعني اذا لماذا هذه السرعه في اتخاذ القرارات اذا كانت غير مبنيه على اساس قانوني؟ ده كلام وجيه وكلام له منطقه، وللاسف الشديد احنا فيها هذه الظاهره فعلا محتاجه الى حل كبير، ان كيف ان رمز الدوله هيبه الدوله مؤسسه الرئاسه معظم القرارات الكبيره المؤثره في الساحه الشعبيه والساحه السياسيه يتم التراجع فيها، ده معناها ان هي اتخذت بشكل سريع بدون دراسه بدون تأني بدون العرض على مستشارين، وهذا يضعف مؤسسه الرئاسه وهذا يضعف الوضع السياسي في مصر بصفه عامه. كيف ان انا اخذ قرار وبعد فتره اتراجع عنه؟ حتى مش في كده حضرتك التعامل مع ازمه بورسعيد، انا شايف كان تعامل مؤسسه الرئاسه او النظام او السلطه بصفه عامه مع ازمه زي ازمه بورسعيد كانت غير موفقه بالمره. تعامل الطريق الصح بنقول اهو الطريق من هنا احنا نمشي يمين وشمال وسايبين الطريق الصح، وهذا ما ضاعف الازمه زاد عدد الشهداء وزاد عدد المصابين، وحتى الان لم يتم انهاء يعني الازمه. يعني في سرعه في اتخاذ قرارات وبطء في اتخاذ قرارات اخرى؟ لا في سرعه، لا في سرعه في اتخاذ القرارات المهمه اللي هي مؤثره، انما في قرارات اخرى مش مؤثره ما حدش يعني حاسس بيها، يعني زي انشاء جامعه مثلا، انشاء جامعه جديده مثلا ده يعني، لكن انا شايف ان القرارات الشعبيه والسياسيه اللي هي لها اثر كبير لابد ان تدرس بشكل كبير جدا. انا عندي 17 مستشار كلهم استقالوا، طب انا اعمل ايه كرئيس جمهوريه مع كل في عندنا 165 رئيس جمهوريه على مستوى العالم بيعملوا ايه؟ بيطلعوا قراراتهم ازاي؟ كيف ان انا ما يتراضي ان انا اعتمد على فصيل معين او على جماعه معينه ان انا اخذ القرارات برايها فقط دون راي الاخرين؟ هذا دي مشكله كبيره جدا. يعني لو تبنينا وجهه نظر الاخوان طبعا اللي هم الفصيل الغائب عن هذا المشهد او الكلام الاستاذ عماد بيصب في عكس ذلك، انه دايما بيقول لك دول بيتعلموا، دول لسه في سنه اولى ديمقراطيه فبنتعلم، فكلنا بنتعلم مع بعض، فوارد الخطا على سبيل ما. لكن عندنا يمكن مشكله ظهرت لينا جليا ويمكن في تضارب كثير في الاقوال، يمكن الاستاذ محمد بركات استعرضها، مشكله النائب العام طبعا. يخطئ من يتصور واللحظه واحده ان حكم محكمه الاستئناف الذي صدر اول امس والذي قضى بالغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما والزم وزير العدل باعاده المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، وهو حكم لصالح طرف من غير من الاطراف وضد الطرف الاخر، وذلك تصور غير صحيح بالمره ولا يعبر عن الحقيقه باي وجه من الوجوه. استاذ ناصر، يعني زي ده تواصل طبعا الكلام اللي كنا بنتكلم فيه، اتخاذ القرارات وعدم استنادها على اساس قانون وغيره. طيب احنا الازمه اللي مشرفين عليها ايه خاصه في هذا الاطار؟ يعني النائب العام في قرار وفي نائب عام موجود، الناحيه القانونيه لا اذا كان كبار الناحيه القانونيه دي مشكله كبيره جدا. الناحيه القانونيه عليها جدل، لو قعدت مع اثنين قانونيين كبار يعني خبراء في القانون ده هيقول راي غير ده طبعا، وده راي قانوني وهذا راي قانوني، مشكله كبيره جدا. احنا مش قانونيين، ولكن انا شايف ان برضه نفس القصه، احنا المره الاسبوع اللي فات كله كان عن المقطم، اللي قبليه كان عن الاتحاديه، اللي قبليه كان عن التحرير، النهارده بقى الاسبوع ده كله هنتكلم عن النائب العام. فانا شايف يا جماعه برضه نرجع للنقطه الاخرى، احنا اي حاجه بتيجي بتشغلنا عن اهداف الثوره، في نفسي واحد في نفسي حد يطلع يتكلم يقول مؤسسه الرئاسه او السلطه الحاليه نفذت ايه من مبادئ الثوره؟ ما فيش. هننشغل الاسبوع بالكامل على موضوع النائب العام يمشي ولا ما يمشيش. طب هو لو مش هيجي للنائب العام السابق ولا ما هو مش موجود في القاهره حاليا يعني فيعني فبالتالي طب ليه النائب العام الحالي ترك مكتبه؟ لا هو قال وهو شغال في يعني في الخارج يعني كان في رأي يعني او كان في معلومه كده ان ترك مكتبه الحين حل هذه الازمه او توصل لحل؟ لا ما فيش معلومه بكده. هو اعتقد انا اعرف معلومه غير مؤكده ان هو لا يرى في الربوع. المساله دلوقتي اذا 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 استقال النائب العام الحالي الصوره هتبقى ازاي؟ طب الاعلان الدستوري اللي فات وتحسين قرارات رئيس الجمهوريه وان الاخوان كمان بيقولوا ان فتره حكم عبد المجيد محمود كمان انتهت، المفروض تجاوز الفتره، ده ممكن يحل الازمه؟
والله شوفي حضرتك، هو ما زال قائم حتى الان، اذا استقال النائب العام مجلس القضاء الاعلى يرشح ثلاث شخصيات لرئيس الجمهوريه وهو يختار منهم ما يشاء. عايز اطرح لحضرتك سؤال او وجهه نظر سمعناها كثيرا عبر طبعا انت عارف يعني برامج التوك شو استخدمت هذا الموضوع للحديث حول هذا الموضوع بشكل او باخر واستعرضوا كثير من الاراء. نعم قال لك السيد طلعت عبد الله يستقيل وسيد عبد المجيد محمود مش موجود ومجلس القضاء الاعلى يرشح اسماء منهم طلعت عبد الله، هل اذا تم اختياره من جديد هل بيعتبر ده شيء من المراوغه السياسيه وبالتالي القوى السياسيه لن تقبل هذا الوضع؟ لا وما اتخذ من قرارات ايه؟ شوف احنا لو شلنا النائب العام يبقى الاعلان الدستوري المعدل الاخير ده ملوش لازمه، هندخل في جدل تاني وندخل في مساله تانيه، لكن انا ما اقدرش اقول لك مؤسسه الرئاسه هتعمل ايه. انا شايف ان في عناد سياسي موجود وشايف الصوره وللاسف الشديد الصوره بتقول قدامي ان مؤسسه الرئاسه متمسكه بالنائب العام الحالي، لان هي مش مساله نائب عام، هي مساله اعلان دستوري بقى يعني، فاعلان دستوري تم التراجع عنه وتعديله. فبالتالي انا شايف ان العناد السياسي مستمر في المشهد، القوى السياسيه سوف تصعد، سقف المطالب سوف يزداد، وفي المقابل مؤسسه الرئاسه متمسكه بكل ما اصدرته. لا وفي المقابل كمان استاذ نصر اسمح لي ان المواطن العادي اللي هو ملوش اي علاقه بالسياسه الضحيه. نعم الضحيه هو المواطن العادي حضرتك يعني انا شفت كلامك يمكن صح يطلع حضرتك بس حضرتك ما خدتش بالك ان صحر بتقول لك قرارات السيد النائب العام دلوقتي في هذه الفتره بماذا تقيم وخصوصا انتم كصحفيين. السيد النقيب قال لن نتعامل مع النائب العام. هو حقيقة هو قال لن نتعامل مع النائب العام، ولكن ده نائب عام أصدر قرارات، هو الكلام من دلوقتي يعني من الآن الكلام على القرارات السابقة، القرارات السابقة هل هي نافذة ولا لا، حالات القبض وحالات الاعتقال وحالات الحبس الاحتياطي وحالات الأحكام اللي صدرت. قال لك أنا قلت في أقوالي لن هذا النائب العام غير مختص وكان في حكم من محكمة في الأسبكية أعتقد لو الذاكرة ما تخنيش قال إن تحريك الدعوة من غير مختص وبالتالي فصل فيها بالبراءة لأن هذا النائب العام كان غير مختص. يعني عايز أتكلم على مسألة الصحفيين نقابة الصحفيين وكده، ده رأي خاص بنقابة الصحفيين حضرتك ولكنه ده رأي خاص بيهم. ما أنا شايف أنا شايف كمواطن عادي النائب العام ما زال قائما، ما زال يصدر يتعامل مع القضايا، ما زال يمارس مهامه إلى حين إشعار آخر، ولكن وفي بعض اعضاء النيابه بيقولوا احنا خلاص مش هنتعامل. طب ليه؟ فبالتالي انا قصدي اقول الراجل مستمر الى حين ان تحسم مؤسسه الرئاسه مصير النائب العام الحالي. فبالتالي مكان ان احنا نقول الدنيا نسيب الدنيا بايظه ونسيب المسائل دي معلقه واقول لك ما عندناش نائب العام، لا في نائب عام موجود الى حين تحديد مصيره من قبل مؤسسه الرئاسه بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء. طيب للاسف استاذ نصر ان احنا عندنا نشره اخبار فنختم مع حضرتك ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ناصر فياض وأنت الكاتب الصحفي ونائب رئيس التحرير الوفد. شرفتنا وحضرتك يا أستاذ ناصر. وأنا أشكركم مشاهدينا الكرام، كنت معانا على مدار ساعتين بمجموعة من الموضوعات والفقرات المختلفة، وغدا هذا الصباح. أتمنى أكون أنا وسحر كنا ضيوف خفاف عليكم النهاردة، وبإذن الله غدا فريق عمل جديد من هذا الصباح، ابقوا معنا إلى اللقاء. We'll be right back.